بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاء مبارك يتجدد بالخير بتوفيق الله ومنته سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة التي نتذكر فيها الخير ونذكر فيها بالخير ونتواصى بالحق والصبر، فالتواصي بالحق والصبر هو سمة أهل السعادة وسمة أهل النجاة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلمتنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله كلمة للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهي تبين أهمية العلم. لا نزال في العلم، ولا نزال نتكلم عن العلم، لأن العلم هو الأساس، هو الأصل. ألم ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ بوب الإمام البخاري على هذه الآية في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله. وفي هذا رد على كثير من المستشرقين والمستغربين ودعاة الثقافة والعقلنة الذين يقللون من أهمية صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة عليه. الإمام البخاري عندما ذكر هذه الآية الكريمة ماذا قال؟ قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، لأن العلم كما ذكرنا ونكرر هو الأصل، وهو الأساس، وهو المنطلق في كل المأمورات، وفي كل المنهيات، وفي كل المفعولات، وفي كل المتروكات، فيما يصلح لنا ويصلحنا في دنيانا ويكون به نجاتنا عند الله تبارك وتعالى في أخرانا. أثر هذا اليوم عن الإمام مالك، مالك ابن أنس، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الذي قال تلكم الكلمة الذهبية: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لبيان أهمية القرآن ومنزلة السنة، وأن للقرآن الكمال وللسنة العصمة التي عصم الله بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام مالك يروي عن تابعي عن صحاب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك يروي عن نافع، ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. وهذه السلسلة من الإسناد سماها العلماء سلسلة الذهب، لأنها أصح إسناد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء أو قال ابن وهب، وهو أحد تلاميذ الإمام مالك وهو من كبار أمة العلم، قال: سمعت مالكا وقد قيل له: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل. قال: لكن انظر إلى الذي يلزمك في صباحك ومسائك فافعله أو الزمه. هذه كلمة الإمام مالك إشارة إلى العمل بالعلم، فكما ذكرنا ونكرر أن للعلم مكانته ومنزلته، بشرط أن لا يكون علما أكاديميا مجردا، أن يكون علما نظريا خاليا من الروح، خاليا من الحقيقة التي أرادها الله منا في أصل الخلق، خاليا من العبادة. هذا لا شك ولا ريب لا يكون علما، هذا قد نسميه معرفة، قد نسميه ثقافة. أما العلم المحمود في الكتاب والسنة فهو العلم الذي يقرب إلى الله بالعمل. انظر إلى الذي يلزمك في صباحك ومسائك
فالزمه أو فاعمل به، لأن ثمرة العلم العمل به، كما قيل قديما: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أما أن نبقى في دائرة العلم المحض بعيدا عن حقيقة العبادة وبعيدا عن حقيقة العمل بالعلم والدعوة إلى هذا العمل الذي أساسه ذلك العلم، فهذا لا شك ولا ريب فساد عريض. لذلك في آيات عديدة من القرآن وفي أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذم من لا يعمل بعلمه، كما قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن الله عز وجل أمرنا بالقول وأمرنا بالفعل، أن يكون القول مبنيا على العلم والفعل مبنيا على العلم. أما أن ننشغل بالعلم دون العمل، أن ننشغل بالنظرية دون التطبيق، أن ننشغل بالألفاظ دون الحقائق، فهذا من الفساد والفساد العريض. لذلك لا يزال أهل العلم يلقنون طلبتهم وتلاميذهم ومن يلوذ بهم هذه الوصية المباركة التي أوصى بها الإمام مالك رحمه الله: انظر إلى ما يلزمك في صباحك ومسائك فالزمه أو فاعمل به، رحمه الله تعالى. وقد ألف الإمام الخطيب البغدادي كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، وألف الحافظ ابن عساكر كتابا سماه ذم من لا يعمل بعلمه. فالعلم المطلوب هو العلم الذي يقربك إلى علام الغيوب جل في علاه وعظم في عالي سماه. ولقد جاءت نصوص من القرآن والسنة كما ذكرت في فضل العمل وفي فضل العلم الموصل إلى العمل. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال، وبعض الروايات تزول لكن هذه الرواية أصح، لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر أول ذلك عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. أنت تعلم أن الله حرم الغيبة فلماذا تغتاب؟ أنت تعلم أن الله عز وجل أمرك بالصلاة فلماذا تضيعها؟ أنت تعلم أن الله أمر ببر الوالدين فلماذا تعقهما؟ أنت تعلم أن الله أمرك بالذكر فلماذا تنساه وتغفل عنه وتغفل عنه؟ لذلك كان العلم المشرق بنور الإيمان هو العلم الذي يقربك إلى مولاك الرحمن، به تسعد وبه تسعد وبه تكون مرضيا من الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وكما قال بعض أئمة السلف الصالحين: كفى بالعلم بالله خشية، إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا دين الله، وأن يفقهنا بكتاب الله، وأن يرزقنا العلم بذلك، إنه سبحانه ولي ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.